أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج المسمى بزواج المسيار؟ الله يا أخي، وش حادك الله على زواج المسيار؟ ما تنتفع منه. إذا بغيت تزوج تزوج زواج يتكامل فيه المطلوب، يتكامل فيه المطلوب من الزواج. أما زواج المسيار ما يتم لك المقصود من الزواج إلا مسألة واحدة وهي قضاء الشهوة، هذه ما تكفي. نعم.